أهالي درنا ينظمون وقفة احتجاجية تنديدا بالقصف الجوي الذي يستهدف المدينة. إيطاليا تعلن تأييدها للتحقيق الدولي في جريمتي قصف درنا وضحايا الأبيار. أهالي ورشفنا يستنكرون الأعمال العسكرية بالمنطقة ويحملون الرئاسي المقترح مسؤولية أمن المدينة. وتتابعون أيضا في العاصمة مستوى الخدمات التي يقدمها مصرف شمال أفريقيا فرع ترهون للمواطنين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى العاصمة. أهلا بكم. نظم عدد من أهل مدينة درنا عقب صلاة الجمعة وقفة احتجاجية تنديدا بالقصف الجوي الذي استهدف المدينة وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى. وأدان المتظاهرون صمت المجلس الرئاسي ومجلس النواب وقبائل برقة وما سموه بعدم اتخاذ إجراءات حازمة تجاه ما تتعرض له المدينة من قصف وحصار مستمر ومنع إسعاف الجرحى. أكد الطبيب في مستشفى الهريش بمدينة درنا أيوب شلوي منع ميليشيات الكرامة إدخال مستلزمات طبية للمدينة عبر منفذ كرسة. وقال شلوي في اتصال هاتفي مع قناة النباء الخميس إن ميليشيات الكرامة التي تحاصر درنا منعت دخول عدد من أجهزة التصوير المقطعي والرنين المغناطيسي إضافة إلى بعض الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المدينة، مشيرا إلى أنه ما تزال 4 حالات جرحى بالمشفى من بينها حالتان خطيرتان. وطالب المتظاهرون السلطات المحلية والدولية بملاحقة الجناة الذين قصفوا المدينة وتقديمهم للعدالة، كما دعوا إلى حماية المدنيين من قصف مماثل. ملاحقة الجنات والاقتصاص منهم وذلك بتقديمهم للعدالة. الله أكبر. ثانيا حماية المدنيين من أي عدوان مماثل ومنع تكراره وذلك بفرض الحظر الجوي لمنع الاعتداء على مدينة درنا. الله أكبر. ثالثا رفع الحصار وفتح جميع الطرق البرية والمنافذ البحرية المؤدية من وإلى. كما دعا المحتجون في بيان لهم الجمعة السلطات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمؤسسات الحقوقية والإنسانية سواء محلية أو دولية لزيادة أو زيارة مدينة درنا للوقوف على الأحوال الإنسانية بها. ندعو السلطات المحلية الليبية وبعثة الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية منها والمحلية لزيارة مدينة درنا الليبية للوقوف على الأحوال. كما طلبوا مجلس النواب بتوضيح موقفهم من بعض الأعضاء الذين أيدوا القصف على المدينة وإطلاق سراح السجناء الذين تم اعتقالهم عن الهوية. للهجوم القادر على مدينة العزيزية حمل كامل المسؤولية للمجلس الرئاسي لهذا الهجوم، يطالب القيادة العامة بتحقيق موقفها من هذه الميليشيات الغادرة. 5 لن نسمح. هذا وتحصلت النبا على فيديو للأطفال الجرحى في مستشفى الهريش المصابين بإصابات مختلفة، ورغم أن حالاتهم الطبية استقرت بنسبة كبيرة إلا أن الإصابات في العين تحتاج إلى مراكز متخصصة. ماشي يضرب العين المكان بكيتي صح؟
طلب رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج ممثل الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة بمتابعة الطلب المقدم لمجلس الأمن بتحقيق عاجل للكشف عن مصدر القصف الجوي الذي تعرضت له مدينة درنة. السراج وخلال اتصال هاتفي مع سلامة مساء الأربعاء عبر عن استيائه من بطء تجاوب المجتمع الدولي تجاه معاناة سكان المدينة، مطالبا بالتدخل السريع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي للمساعدة في فتح ممرات آمنة للمنظمات الإنسانية لإدخال المساعدة بها والاحتياجات الضرورية للسكان هناك. ومن جانبه عبر سلامة عن أسفه الشديد لما تعرضت له مدينة درنة، ووعد ببذل كل الجهد من أجل رفع المعاناة عن مواطني المدينة. أعلن وزير الخارجية الإيطالية أنجلينو ألفانو تأييد بلاده لمطالب التحقيق في جريمتي قصف درنة وجثة الأبيار، معتبرا أن تحديد هوية المسؤولين يعد أمرا أساسيا لمواصلة مسيرة الاستقرار والمصالحة. وقال ألفانو في بيان نشرته وزارة الخارجية الإيطالية أن إيطاليا تتطلع لأن تتمكن المنظمة الدولية قريبا من الدخول إلى المنطقة لتقديم المساعدة الضرورية وتخفيف معاناة السكان، مؤكدا وقوف إيطاليا إلى جانب الأمم المتحدة في جهودها السياسية. أوجه الوزير الإيطالي نداء لكافة الفصائل الليبية للاستفادة من الفرصة التي تتيحها خطة عمل المبعوث الأممي غسان سلامة، مشيرا إلى أن إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن خلال شهر نوفمبر الجاري حول تطورات العملية السياسية ستكون حاسمة حسب قوله. حمل عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي الصلابي الأجسام التشريعية والحكومية المسؤولية فيما آلت له الأوضاع بمنطقة ورشفانة من عدم استتباب الأمن والاستقرار، مطالبا بالوقف الفوري للتصعيد العسكري بالمنطقة. الصلابي وفي تصريح خاص للنباء الجمعة أهاب بالعقلاء بين الطرفين تغليب لغة العقل والتفاهم لحل الخلافات بالحوار والسلم، مطالبا بنزع فتيل الفتنة والاقتتال بين الليبيين، ومشددا على دور رجال المصالحة للتدخل بين الأطراف على حد تعبيره. أكد مدير المشفى الميداني في طرابلس عبد الدايم الرابطي أن المشفى استقبل منذ يوم الأربعاء قتيلين وأحد عشر جريحا من القوات التابعة للواء الرابع ورشفانة، منهم أربع حالات خطرة. وأضاف الرابطي في تصريح لقناة نبأ الجمعة أن هذه الحالات وصلت بعد فتح ممرات لإسعاف الجرحى لمستشفيات طرابلس بوساطة من أعيان المنطقة وحكمائها، مشيرا إلى أن أطقم المستشفى على أهبة الاستعداد لاستقبال الحالات بعد ورود معلومات عن استمرار القصف على المنطقة حسب قوله. هذا واستنكر أهالي منطقة ورشفانة الأعمال العسكرية التي تحدث بالمنطقة من قصف بالصواريخ على مدينة العزيزية تحديدا، محملا المسؤولية للمجلس الرئاسي المقترح من دخول قوات تابعة له للمدينة. الأهالي وفي بيان لهم الخميس طالبوا ما يسمى بالقيادة العامة للجيش تحديد موقفهم ممن وصفهم بالميليشيات الغادرة، رافضين أن تكون ورشفانة طريق عبور للعاصمة وتدميرها وفق البيان.
أكد أحد أعيان الزنتان ميلاد الأمين أن هدف العملية العسكرية التي يقودها أسامة الجويلي هو محاولة الضغط على من وصفهم بالمجرمين لإخراجهم من منطقة ورشفانة. ونفى ميلاد في اتصال مع نبأ الخميس أن تكون للعملية العسكرية بمنطقة ورشفانة علاقة بدخول العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن المنطقة أصبحت تعاني نتيجة أعمال هذه العصابات الإجرامية التي تشكل تهديدا للأمن حسب قوله. في سياق متصل، أكد عضو المجلس البلدي الزنتان عبد الحفيظ الجهيب أن القوة العسكرية المتوجهة لورشفانة مكلفة من المجلس الرئاسي للحكومة المقترحة. الجهيب أوضح في اتصال مع النبأ أن القوة التي يقودها أسامة الجويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية المكلفة من الرئاسي تهدف إلى ملاحقة ما سماها عصابات الخطف والحرابة بمنطقة ورشفانة. وأشار الجيب إلى أن كتائب من المنطقة الغربية تساند قوات المجلس العسكري للزنتان في العملية العسكرية التي انطلقت مساء الأربعاء. العاصمة مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل. الوطنية للنفط تعلن بدء التحقيق في الظروف التي أدت إلى إيقاف الإنتاج في حقل السارة. أهلا بكم مشاهدينا في العاصمة من جديد. أهلا بكم. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بدأها التحقيق في الظروف التي أدت إلى إيقاف الإنتاج في حقل السارة بمنطقة شخرة. يأتي ذلك بعد تقدم أفراد في المنطقة بمجموعة من المطالب المتصلة بتنفيذ شروط عقد جديد خاص بشركة فينترشال المشغلة للحقل. وفي الأثناء شددت المؤسسة على رفضها تقديم أي تنازلات لمرتكبي عمليات الإغلاق، كما أكد بيان المؤسسة الوطنية للنفط أنها لن تسمح لشركة فينترشال بالعودة للشروط التعاقدية السابقة. هذا وانخفض إنتاج حقل السارة إلى 50,000 برميل يوميا بسبب احتجاجات وخلاف تعاقدي مع شركة فينترشال الألمانية وفق ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط. وأعرب رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله في بيان نشر على موقع المؤسسة الخميس عن قلقه إثر قرار شركة فينترشال إيقاف الإنتاج دون التشاور مع المؤسسة، مضيفا أن خسائر تقلص إنتاج حقل السارة تقدر بحوالي 3 مليون دولار يوميا. بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الأربعاء مع السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميلت تعزيز وتطوير العلاقات بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات البريطانية. ووفقا لما أورد الموقع الرسمي للمؤسسة، ناقش الاجتماع ورشة العمل التي ينظمها مجلس الأعمال الليبي البريطاني والتي ستنعقد بتونس يومي 20 و21 نوفمبر الجاري، ذلك بمشاركة المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها في هذا الحدث الذي يعزز التعاون المشترك ويشجع عودة الشركات البريطانية إلى ليبيا والمساهمة في إعادة تأهيل قطاع النفط الذي تضرر كثيرا خلال السنوات الأخيرة بحسب موقع المؤسسة الوطنية. أفادت لجنة أزمة الوقود والغاز الخميس بوقوع عملية سطو بقوة السلاح على شاحنة نقل الغاز بمنطقة تاجوراء
وسرقة عدد من الأسطوانات. وطلبت اللجنة في منشور لها على صفحتها بفيسبوك الجهات الأمنية بتجورة بوضع حد لتكرار مثل هذه العمليات، مهددة بإيقاف تزويد موزعي الغاز بالبلدية وتحويل الطلبيات للبلدية القريبة. وإلى المنطقة الوسطى، حيث افتتح قسم النساء والولادة بمستشفى العافية بمدينة هون الأربعاء أبوابه بعد إغلاقه لأكثر من عام بسبب نقص الإمكانيات ومغادرة العاملين بالقسم. واستقبل قسم النساء والولادة بالمشفى حالة الولادة الأولى بحسب صفحة مستشفى العافية بفيسبوك، ويذكر أن المستشفى شهد وفاة 5 نساء كن في حالة ولادة منذ أغسطس من العام الماضي، من بينهن امرأة توفيتا نهاية الشهر الماضي بسبب إغلاق قسم النساء والولادة بالمستشفى منذ عدة أشهر نتيجة لمغادرة المختصين والعاملين بالقسم. وإلى أقصى الجنوب الليبي، حيث أعاد قسم الكلى بمستشفى غات العام للعمل الخميس عقب توقفه اليومين الماضيين. وقال مصدر من المستشفى للنبا إن القسم عاد للعمل بعد وصول المواد التشغيلية، فوصل فنيو الصيانة لإعادة تشغيل الأجهزة المتوقفة. هذا ويعاني المستشفى من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ولا يوجد به سوى طبيب متخصص واحد منذ أكثر من عام، باستثناء بعض القوافل الطبية التطوعية التي تزور المدينة بين الفينة والأخرى. تحت شعار فزان أرض السلام، نظمت منطقة تساوى بوادي عتبة مهرجانا للفروسية بمشاركة فرسان من مناطق عدة بالجنوب الليبي. التقرير التالي يحمل لكم المزيد من التفاصيل. الخيل معقود في نواسيها الخيل، من هنا بدأ الاهتمام بالخير في موروثنا التراثي الشعبي، وأقيمت من أجله المسابقات والمهرجانات سواء على النطاق الدولي أو المحلي الشعبي. مدينة تساوى بوادي عتبة نظمت الأيام الماضية إحدى المهرجانات للفروسية في نسخته الثانية تحت شعار فزان أرض السلام. حقيقة كان الحضور من جميع مناطق فزان ليس على منطقة أو بلدية وادي عتبة، تم استدعاء أو منادات الأعقاد من جميع ربوع فزان، وكان هذا المهرجان تحت شعار فزان أرض السلام. المهرجان الذي استمر ليومين متتاليين يهدف بحسب منظمه إلى ترسيخ مبدأ السلام بين أهل الجنوب وليبيا عامة، وتخللته عروض للفروسية والميز الشعبي بمشاركة فرسان من كافة مناطق الجنوب، إضافة للأمسيات الشعرية لعدد من شعراء الجنوب من مختلف الأعمار. طبعا نحن اليوم في مهرجان الفروسية في وادي عتبة، طبعا نشكر القائمين على المهرجان، صراحة يعني أحيوا تراث الأجداد. كبر البحر والموج وبلاكم أكبر، وبقد السنين الطول ما تتقصر، ومهما نوصف غلاكم يا فرسان نضل مقصر. والوجه ندور فيه بدمي بان تقول تواوى عجيزي، ويدفي ذكر اسمك في الفم يفرج وين عني دي اللي الصبح فيه قطنا عم بخصة كان خاش طريق، وانت ارتيني همة وحرم من خوتك لين الموتر فيه. عز الرفاقة ناس حبت ماهم اصحاب الكاكا، ولاهم على العباد طواقة، نحنا ناس عرفات صون ولا يرخص خلانا يوم ولا الفروسية نخون. نحنا ناس عز الرفاقة ناس حبت ما ناسحاب وما ناسحاب لكاكا. سعادة غمرت المشاركين وأهل المنطقة بهذا المهرجان على أمل أن يحقق مراده وتستمر فعالياته في السنوات القادمة بنوع من التأخي والمحبة. رسائل عدة حملها المهرجان للمشاركين، أبرزها أن التكاثف والتضافر لبناء الوطن يأتي بزرع بذور السلام ونشر الوئام في كافة ربوعه. نظمت شبكة مثقفي أقران ليبيا أقران ليبيا المدعومة من المنظمة الأممية للإسكان ورشة عمل تثقيفية لعدد من الشباب بمدينة الخمس. التفاصيل نراها في التقرير التالي. 10 شباب التقوا في دار المناضل بشير السعداوي بمدينة الخمس لتنظيم لقاء تفاعلي تثقيفي لشباب المدينة
بمبادرة من شبكة تثقيف الأقران الشباب في ليبيا، وهي إحدى المنظمات المدعومة من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتضم عددا من المنظمات والمؤسسات العاملة مع الشباب داخل وخارج ليبيا في إطار برنامج أممي شامل يضم أكثر من 50 دولة حول العالم. هي مبادرة خلاقة دارها صندوق الأمم المتحدة للسكان. المبادرة وصلت لليبيا في 2010 ونخدم بصفة عامة في التوعية والتثقيف في الأمور الصحية للشباب. احنا حاليا متواجدين في مدينة الخمس، نديروا في دور التدريب أساسي لتدريب تثقيف الأقران لعدد 26 شاب في المدينة. هذا التدريب في دار بشير السعداوي بدعم من اتحاد مؤسسات المجتمع المدني في المدينة. الملتقى الذي يشهد فعاليات ومحاضرات تستمر 3 أيام تتركز على رفع وعي الشباب بأخطار مرض الإيدز وكيفية التعامل مع الناقلين لهذا المرض بالتعاون والشراكة مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض. كما يزود المتدربون بمهارات التفاعل والتواصل مع أقرانهم الشباب في أنحاء البلاد. التدريب يتضمن عدة مسرحيات، ألعاب، نشاطات، يعني وكل الهدف منها أنها تعزز شخصية المتدرب اللي بيكون هنا وتعزز توصيل المهارات بين توصيل المعلومات والمهارات بين الطلبة والأقران بين بعضهم. اليوم احنا في اليوم الثالث للتدريب اللي هو اليوم الشباب للشباب، يعني الغرض منه نشر الوعي الصحي بين الشباب ونشر وحل المشاكل الصحية يعني اللي تواجهنا. الشبكة التي تعمل في ليبيا منذ 7 سنوات تستهدف الشريحة الشبابية المنخرطة في المدارس والمعاهد والجامعات، حيث يسعى القائمون على نشاطاتها إلى الرفع من مستوى وعي هذه الشريحة المهمة في مجال الصحة الإيجابية والمشاركة المجتمعية لبناء مجتمع أكثر قدرة وفعالية في مواجهة الأزمات وتخطي الإشكالات الحياتية اليومية. العاصمة مستمرة مشاهدينا وتتابعون فيها في الملف الخدمي بعد قليل. زي ما قلت انت ما مشيش معها ان شيك مصدق ولا تحويل ولا وفي امور طبعا احنا الاغلبية الحق في ترون انا الاغلبية الحال قلنا مشي. أهلا بكم من جديد. أهلا بكم. يعيش المواطن في ليبيا أزمة اقتصادية تتفاقم يوما بعد آخر في ظل غياب العامل الرئيس السيولة النقدية على بعض المصارف التجارية، إلا أن مصرف شمال أفريقيا فرع ترهونة كان مميزا عن غيره من الفروع في تقديم الحلول المناسبة التي من خلالها تخفف عبء المواطن وتحسن حياته المعيشية. مراسل نبأ كان هناك وأعد لنا التقرير التالي. أزمة نقص السيولة في ليبيا ما زالت تلقي بظلالها على الأوضاع المعيشية في البلاد، والتي أثرت سلبا على حياة المواطن وأسهمت بشكل واضح في تفاقم الأزمة في مختلف مناطق البلاد. إلا أن القطاع المصرفي في ترهونة يسعى جاهدا لتقديم الخدمات لإنهاء الأزمة وتخفيف العبء على المواطنين، والتي أسعى مصرف شمال أفريقيا بالمدينة على حلها بالطرق التي يراها لا تعرقل حياة المواطن المعيشية. إجراء الحوالات المصرفية والسكوك المصدقة للمحال والأسواق التجارية التي تتعامل بالسكوك كان الاختلاف النوعي الذي تميز به مصرف شمال إفريقيا عن غيره في المدينة لتخفيف المعاناة على كاهل المواطن. قارنا طبعا بالمصارف الثانية تبر خدمات كويسة والموظفين المتاعين اللي فيه ما شاء الله قصدي موفرين الخدمة كويسة ومعاملتهم مع الزبائن كويسة، وإن شاء الله كيف بنشوفها حتى الزحمة تكون أقل شوية، وهي أصلاً دو ما فيش سيولة، المعاملة كلها في التحويلات، وبالنسبة لي أنا جاي على برنامج الدولار. أسباب عدة وراء نقص السيولة أرجعها مدير المصرف معمر حميد إلى سوء توزيع السيولة النقدية من الخزانة الرئيسية لبعض المصارف وإدارات الفروع في المنطقة والزبونية المتبعة من قبل المسؤولين في التوزيع. بالعملية الحسابية أو بالحسبة المنطقية زوز 1.5 مليون في 7,800,000 مرتبات لا تعادل القيمة بتاتا. نتفاجأ أن هناك محاباة في تقسيم السيولة، لا أعلم هل من مصرف ليبيا المركزي أو من الإدارة العامة أو من إدارة فروع المنطقة. محاولات لاقت رضا زبائن المصرف بالمدينة
إلا أن هذه الحلول المؤقتة لا تحل محل السيولة النقدية التي لابد من أن تتوفر للمواطن في ظل تدهور الوضع الاقتصادي وغياب جهات الاختصاص عن مراقبة قوت المواطن. وللمزيد مشاهدين حول هذا الموضوع انضم إلينا عبر الهاتف عميد بلدية ترهون السيد عياد البي. سيد عياد أهلا بك. أهلا وسهلا بك، تحية مسائية طيبة لكل السادة المشاهدين. نعم سيد البي، يعني شاهدنا في هذا التقرير ما قام به مصرف شمال أفريقيا من استخدامه للصكوك عوضا عن الأوراق النقدية كحل لنقص السيولة، هل بالفعل ساهم هذا في تخفيف الازدحام وخفف من معاناة المواطنين في البلدية؟ طبعا بشكل كبير. الصكوك المصدقة هي طريقة متبعة في جميع مصارف ترهون، يعني مش غير مصرف شمال أفريقيا، مصرف الجمهورية والمصرف التجاري أيضا، وهذا ساهم بشكل كبير برفع العبء على المواطن. وأنت زي ما أنت عارف أزمة السيولة أزمة الدولة، ولكن حاولوا على الأقل إحنا نحد منها بشكل كبير ونحاول نرفع العبء على المواطن بهذه الصكوك. نعم. من المبالغ 500 دينار يعني تصرف بشكل مباشر للمواطن او القيمه التي تتوزع على المصارف، يعني بالصكوك يعني نحاول المواطن يبدا على الاقل في رياحيه ولو قليل يعني. طيب اذا مختلف المصارف في ترهونه تقوم بهذه العمليه. نعم. طبعا المحلات التجاريه في ترهونه تجاوبت معنا، تجاوبت من مجلس البلد بشكل كبير انها تتعامل المواطن بالصكوك، وهذا طبعا نشكره من خلال قناتكم، كل المحلات تتعامل بالصكوك المواطن. طيب. طبعا هذه خدمه كبيره للمواطن، طبعا منطقته ومدينته يعني يحاول انه يرفع الاباء على المواطن، ونحاول ان احنا على الاقل في لما هذه أزمة أصبحت مزمنة، إحنا ماش أزمة يعني فترة مؤقتة وتمشي أزمة وكأنها أزمة مزمنة يشرح فيها المواطن. بذلك الصكوك المصدقة تقريبا في جميع المصارف اللي العامل اللي بترهون يتعامل بالصكوك المصدقة، ونشكر المحلات التجارية اللي تجاوبت معنا بشكل كبير، تجاوبت مع المجلس البلدي في هذا الاتجاه يعني. طيب طرح سابقا حل آخر لهذه المشكلة وهو ما يسمى بنظام نقاط البيع والبطاقات المصرية، وكان هنالك في بعض المشاكل كما يراه مواطنون، وهو أن السلعة بالبطاقة هي أغلى من الوضع الطبيعي. هل بالصكوك كذلك نفس المشكلة، السلعة تكون أغلى من عندما تكون بالبيع النقدي؟ لا مقارنة يعني ما هوش بذلك الشكل الكبير. احنا حتى عملنا زي الاستبيان احنا المجلس البلدي في هذا الموضوع بخصوص يعني، فوجدنا يعني ان الامور ما هيش بشكل كبير يعني مقارنة بحل المشكلة يعني لا تساوي شيء يعني، فروقات بسيطة، وفي بعض المحلات يعني بنفس السعر سواء كان نقدا او صكوك مصدقة يعني. طيب انواع الاماكن التي تستقبل او يعني تستقبل هذه الخدمه، انواع المحلات، هل كل الجهات في ترهونه تتعامل بالصكوك النقديه؟ كل المحلات سواء كانت غذائيه او الملابس او حتى اللحوم، حتى بعض الخضروات تتعامل بالصكوك المصدق يعني بشكل كبير يعني. انت حتى لما تجي محل خضروات ممكن مواطن يجي يودع مبلغ 500 دينار، يحول 500 دينار من حساب لحساب ويبدا. إذا يعني أصبحت المعاملات ورقية بعيدا عن الأوراق عن مثل المبلغ يعني في كل اتجاهات، حتى تجي اللحوم القصابين بارك الله فيهم، محلات تجارية، الصيدليات بعض منها يعني تعاملت معنا بشكل كبير في الصكوك، وهذه يعني خدمة لأهل مدينتهم وخدمة للناس يعني في الحل على الأقل في فترة هذه الأزمة. طيب في سؤال أخير، هل تعتقد أن هذه العملية إذا ما نفذت في بلديات أخرى بإمكانها أن تنجح بذات الطريقة وتخفف من العبء الذي يعاني منه المواطنون؟ طبعا تحل بشكل كبير طرف العبء. أنت المواطن لما يسحب 500 دينار يخليها في المصاريف الأخرى، السلع، الملابس، اللحوم، الخضروات، كلها يعني يتعامل بالصكوك المصدقة يعني في جانب من الرياحية، ما نقدرش نقول لك احنا ريحنا المواطن أو حلينا أزمة، ولكن على الأقل حدينا منها ورفعنا المعاناة على المواطن يعني. نعم، تخفيف المعاناة على المواطن. شكرا لانضمامك معنا عميد بلدية ترهون السيد عياد البي، كنت معنا عبر الهاتف. إذن كما تابعنا لا هي طريقة جديدة لمساعدة المواطنين في التعامل بالأوراق بعيدا عن الأوراق النقدية. نعم عدنان، وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام العاصمة اليوم. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
We'll be right back.